السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. إذا كنتوا تشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة باه تكبر عائلة المطبخ الجزائري، وفي نفس الوقت فعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. ونرحب كل متتبعي جدد اللي انضموا للقناة، وإن شاء الله تعجبهم القناة ويستفادوا منها. بلا ما ننساو المتتبعات توعي الأوفياء اللي ديما راهم يشجعوا فيا بلي كومونتير ويدعموا في القناة تاعي. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة كامل تحبوها وما نستغنوش عليها في شهر رمضان، وهي وصفة قلب اللوز. اليوم حبيت نشارككم وصفة قلب اللوز إكسبريس، والوصفة تاع اليوم راهي وصفة أصلية بدون ياغورت ولا حليب ولا لبن. راح نمد لكم كامل أسرار نجاحها وبمقادير مضبوطة. تبعوا الفيديو للأخير باش تنجحوا فيه وديروها لعائلتكم في الشهر الفضيل. نبدأ بالمقادير. لتحضير الشربات ديما في قلب اللوز، تبداو بتحضير الشربات خاطرش ديما نسحقوها باردة. في هذه الطاوة حطيت 3 كيسان ماء، انا عبرت بهذا الكاس، نفس الكاس اللي تعبروا به الماء هو نفسه اللي تعبروا به السكر، كاس ونصف. سمعنا 3 كيسان تاع ماء مع كاس ونصف سكر حبيبات، نضيفوا ليه شريحة من الليمون ونحطوه على النار. كي يبدا يغلي نحسبه مدة 15 دقيقة ونطفيه. بعد ما طفوا عليه النار ضيفوا ليه نصف كاس ماء زهر وتخلوه يبرد. هذا فيما يخص الشربات. نمروا لتحضير قلب اللوز. قلب اللوز تاع نهار اليوم مناش راح نقعدو نستنو فيه، كي نخلطوه مباشرة نحركو كل المكونات ونحطوه في الفرن. حاولت نمد لكم المقادير بالكاس باش تكون المقادير مضبوطة. لهنا عندي 4 كيسان سميد خشين. هذا السميد معروف باسم التشيشة، راهو يتباع في الأسواق. تروحوا لأي محل يبيع السميد تقولوا ليه السميد تاع قلب اللوز راح يمدهولكم. وهذا هو شكله، يكون خشين. شوفوا كي نقدم لكم لهنا لازم يكون خشين. هذا هو السميد سبيسيال القلب اللوز. لهنا 4 كيسان سميد، انا عبرت بهذا الكاس نفس الكاس اللي خدمت به الشربات. هذا الكاس تقدروا تعبروا به السكر وتعبروا به كلش. سمح نستعملوا 4 كيسان سميد خشين تشيشة مع ملعقة صغيرة ملح. ضروري انه نديروا فيه الملح. وهذه الوصفة نفسها تاع المحلات اللي تتباع لبرا. نضيف لها نصف كيس خميرة كيميائية ما يعادل 5 غرامات، هذه الخميرة اللي خاصة بالحلويات. نضيف لها كيس تاع سكر نفس الكيس اللي عبرت به بيلات التشيشة. نحرك المواد الجافة مليح باش ينسجم هذاك السكر والملح والخميرة مع السميد. هذه الخطوة ضرورية، لازم يولي حبة بحبة. الوصفة هذه راهي ناجحة 100%. أنا ما نستغناش عليها في شهر رمضان، وراني دايرة في القناة قلب اللوز بالياورت، وفي نفس الوقت ما يرتاحش تخدموه وتحطوه في الفرن، وراهو محشي بالمكسرات. ادخلوه وشوفوا الوصفة. درك نحط لكم الوصفة في صندوق الوصف. ديما في شهر رمضان نحبوا تحليات وخاصة قلب اللوز والقراوش، هذو ما من الحوايج الأساسية. ماذا بيكم ديروا في الدار خير من تشروه من برا بأثمان باهظة، وفي نفس الوقت ديروا في الدار مهوش مكلف وراهو اقتصادي. يعني هذه هي الكمية راح تدلي بلا كبير تأكل منه كل أفراد العائلة. أنا ديما في رمضان نحب ندير التحليات في الدار، ما نشريش أصلا من برا. برطو راني نخدم في شهر رمضان، بصح ديما هذه الحوايج تعتبر امور لازم نديرها في الدار ما نشريهاش اصلا، راهي ما تديش الوقت، في دقائق توجد. نضيف عليه نصف كاس زيت ديما بنفس الكاس اللي عبرتو به، تبقاو تعبروا به باقي المواد. نضيف عليه المنكهات اللي احنا حبيت ندير عطر اللوز والجوز. ها هو عطر اللوز راهو يتباع في الاسواق، تقريبا ملعقه تكون صغيره. نزيد العطر تاع الجوز، هذوما كامل راهم يتباعوا في الاسواق ويعطوا نكهه مليحه لقلب اللوز. اللي ما عندهاش تقدر تستغني على هذه الخطوه، ماهيش حتمه انك ديرها، بصح راح تعطيكم بنه بزاف هايله لقلب اللوز. نزيد نحرك. شوفوا الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وراني دايرة عدة وصفات خاصة بشهر رمضان. ادخلوا للقناة وان شاء الله تستفادوا من كل الوصفات اللي درتها لكم. راهي ديما الوصفات اللي نمدها لكم راهي مجربة، وراني ما نمدش وصفة ماهيش ناجحة مثلا. ونفرح بزاف كي نلقى التعليقات تاعكم كي تقولوا رانا جربنا الوصفة ونجحنا فيها. درك راه نسجم هذاك الخليط. درك بنفس الكاس ندير خليط من الماء وماء الزهر. في الكاس هذا حطيت نصف كاس ماء، ودرك نضيف عليه
كمية من الماء زهر، يعني نصف كاس ماء والباقي كامل ماء زهر. تقدروا ديروا حتى العطر تاع ماء الزهر، بصح يجي شوية قوي. لازم نعمروا الكاس مليح. هذا الكاس راح يجينا قد قد مع الكمية اللي استعملناها. ديما الكيلة اللي تعبروا بها هي اللي تمشوا بها في كل المكونات، وتقدروا تستعملوا اي كيلة انتم حابينها. نكتفي بهذا القدر ونفرغ هذا الكاس على الخليط ونزيد نحر. راح يتشربها لهنا. من المستحسن اني نستخدم ايدي باه نحس بالمواد، وما تعجنوش، غير حركوا بركه باطراف الاصابع حتى تتاكدوا انها دخل هذاك الماء وماء الزهر مع السميد تاعكم. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، طريقه سهله بزاف وما هيش صعبة، خاصة للمبتدئات. وكاينين بزاف اللي يحبوا يديروا قلب اللوز بصح يخافوا، يقول لك انا ديما نديرو وما يجينيش مليح، يجي فيه الجو تاع البسبوسة. اليوم راح نمد لكم كل الاسرار تاعو والنجاح تاعو. نجيبوا البلا اللي راح ندخلوه للفرن ونديروا فيه قلب اللوز، نحط فيه الزيت، هذه الخطوة ضرورية. ونجيب البانسو وندهن هذاك الزيت كامل. كاين الناس يحبوا يستعملوا السمن، انا اليوم حبيت ندير الزيت. وتقدروا تديروا السمن لهنا، لازم تدهنوا مليح البلا تاعكم. ونحكم ننزل هذيك الكميه كامل تاع قلب اللوز. شوفوا كيفاه القوام تاعها، يعني ما تستنوش اصلا يشرب، جست ما تخلطوا المكونات تحطوها في البلا ونبدو نسوا فيه. الريحه تاعو ما نقولكمش، راح يتشهي. انا من الناس اللي تحب بزاف قلب اللوز، خاصه الريحه تاعو ما نقولكمش. لهنا نبدا نسوي فيه ونوزع فيه بشكل متساوي. لازم نسوي، ما تكونش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه، لازم تتاكدوا انه البلايص كامل مسويين على استقامه واحده باش يجوا الحبات كامل قد بعضهم في السمك. بعد ما تكملوا تجيبوا الملعقه وتسووا السطح بواسطه هذه الاداه، تسووا السطح تاعكم. شوفوا كيفاه باش تكون الخدمه تاعكم بروبر وتكون ملاحه. هذه الوصفه اللي راهم يعتمدوا فيها البائعين تاع المحلات البرا، يعني لا تستعملي فيه لا حليب ولا لبن ولا اي شيء. شوفوا كيفاه سويتو، لازم يكون مسوي مليح. نجيبوا سكين ونبدو نديروا خطوط بالطريقه هذه. شوفوا الله يبارك كيفاه يجي. لهنا نزيد ندير خطوط بالعرض. شوفوا الحبات تاعو كيفاه شكل الحبه. وتجيبوا كاوكاو ولا لوز كيما حبيتو وتحطوا الحبات بالطريقه هذه. انا اليوم عندي اللوز، لذا راح ندير اللوز. وتقدروا تستعملوا حتى الكاوكاو، ما كاين حتى مشكل. هذه تبقى ديما واش كاين عندكم في المنزل، وصراحه يجي بزاف بنين. جربوه وقلبوا لي الخبر. وفي نفس الوقت وانتم قاعدين ديروا في الخطوات هذوما، تكونوا مشعلين الفرن من قبل باش كي تدخلوا قلب اللوز لازم يكون الفرن سخون. وكيفاه طريقه الطهي تاعو، لازم تخلوه يحمر مليح، لازم تشوفوا مع الجوانب راهو حمار ولا لونه احمر بزاف، ومن فوق لازم تحمروه، خاطرش كاينين ناس يخلوا اللون تاعو ذهبي باكا ما يحطوا الشربات يتغير اللون ويولي فاتح بزاف، والذوق تاعها يجي كيما البسبوسه. راهو الطياب يلعب دور كبير في قلب اللوز، لذا طيبوه مليح وحمروه وباكا باش تخرجوه. قلب اللوز راهو خرج من الفرن، هذا وين خرجته. شوفوا لازم تحمروه مليح بهذه الطريقه ونفرغوا عليه الشربات. شوفوا كيفاه وهي سخونه، نضيفوا عليها الشربات بارده، وراني ضفت لها ماء الزهر. شوفوا كي تحمروه مليح كي تضيفوا عليه الشربات ما يتغيرش اللون تاعو. هذه هي الطريقه الصحيحه. نجيب سكين ونعاود نقسم باش هذيك الشربات تدخل لداخل ويتشرب ويجيكم مليح. هنا راهو مازال سخون، ولازم كي تشربوه ما تحكموش تتناولوه مباشرة، لازم تخلوه حتى يتشرب هذيك الشربات تاعو في غرضها. وكي تشوفوه تشرب احكموه، قدموه لأفراد العائلة تاعكم. درك انا نخليه يتشرب ونرجع نوريهولكم في شكله النهائي. قلب اللوز راهو تشرب مليح هذيك الشربات، ما تخلوه يبرد مليح وخلوه يتشرب قبل ما تقسموه، على الاقل يقعد نصف يوم ولا ديروه في الليل. ويوم غدوه تقسموه وتعطوه لافراد العائله. لهنا راح نقسم لكم حبه باه تشوفوا بمكونات اقتصاديه درنا هذا قلب اللوز. شوفوا كيفاه يجي، يجي بزاف هايل، وكيما تاع المحلات تاع البرا بدون حليب ولا ياغورت ولا حتى اللبن،
بمكونات بسيطة جدا. درنا هذا قلب اللوز، ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع نهار اليوم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي زامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقيو في الفيديو القادم ان شاء الله.